ب3000 ريال شهرياً يمكن استئجار شقة في الرياض، لكن ثلثي هذا المبلغ يكفي لتقسيط منزل. فما الذي يدفع بعض المواطنين إلى تفضيل الإيجار على التملك؟ التغيرات التي طرأت على سوق الإسكان بعد إعادة الهيكلة الشاملة في العامين الماضيين وفرت أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل، وساهم النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية في توفير التمويل البنكي من دون فائدة لمعظم الشرائح. ويمكن ملاحظة ذلك من الحملات التي أطلقتها بنوك عدة للقروض من دون فوائد للمسجلين في صندوق التنمية العقارية والوزارة ولمن يريد امتلاك البيت الأول، إضافة إلى توفير حلول تمويلية لتخفيض الدفعة المقدمة والبرامج الخاصة بالمتقاعدين والعسكريين. خبراء العقار يشيرون إلى مزايا عدة للتملك مقارنة بالإيجار، من أبرزها المكاسب الرأسمالية المحتملة من ارتفاع أسعار العقار مستقبلاً، وتثبيت تكلفة السكن الشهرية كشكل من التحوط من ارتفاع تكاليف الإيجار في السنوات المقبلة، واستعادة جزء من الإنفاق على السكن عند تملك الأصل. إلا أن ذلك لم يمنع كثيرين من الاستمرار في السكن بالإيجار، وهو ما يرجعه خبراء الإنفاق الاستهلاكي إلى الأولويات لدى الأسر وأربابها وعادات الاستهلاك. فالبعض لا يحبذ الارتباط بالتزامات طويلة الأجل، وآخرون يعطون الأولوية لبدء مشروع خاص أو يميلون إلى الادخار، بل ينفقون نسبة معتبرة من مداخلهم لغايات استهلاكية مثل السفر أو اقتناء سيارة جديدة. ليان عودة، العربية.